سائل يقول: راتب محول إلى البنك الأهلي وأردت شراء سيارة، فقال مندوب البنك: اذهب إلى المصرف واختار السيارة التي تريدها. وذهبت إلى المصرف وحصلت على السيارة التي أريدها، وقال المصرف: السيارة بقيمة 77,000، ويأخذ البنك 3,575 وتقصدها عليك. يفرض الشيخ، هل هذه السيارة جائز أخذها أم لا؟ هذا بيع باطل، لأن البنك ما عنده السيارات، وإنما يروح الزبون هو اللي يشري السيارة، والبنك يسلم القيمة عنه للبنك، ثم يستردها من المشتري أقساطا بزيادة. فهذا فيه محرمان ومحذوران. المحذور الأول إن البنك ما باع شيئا لا يملكه قبل أن يملكه. المحذور الثاني وهو الربا والعياذ بالله، لأنه استرد هذا المبلغ الذي أقرضه للزبون، على حقيقة قرض ما هو بيع، قرض استرده بزيادة، وهذا هو الربا. فالواجب تجنب هذا العمل، ولا تشري سيارة إلا من إنسان عنده سيارات. تروح لإنسان عنده سيارة أو سيارات في ملكه وحوزته، وتشتري منه حاضرا أو مؤجلا.